إلهي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود فبمن يلود ويستجير المجرم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. أسعد الله مساكم أعزائي المشاهدين بكل خير في فقرة تفانين المتجددة دائما كل أسبوع. أنا أعتذر يمكن ما حضرت قبل أمس. والله تبشر بالحق وما يلحق. حصلنا من عندك 50.